عطني وتششتي. ما شاء الله هذا بابا سيد يوسف رفعي. انت شفته؟ ايه والله. وين؟ ايه بابا كم مرة هو يجي شو اسمه داخل حفلة مال احنا بالسفارة. سفارة باكستانية؟ ايه. انت وين اخر مرة شفته سيد يوسف رفعي؟ هذا انجلش انجلش. شفته انا بالحفلة وكان في شو اسمه جالية مال هو كان رئيس جمعية ستاكا. ايه هذا ستاكا باكستانية بكويت. صداقة الكويت وباكستان. صح صح. مال مطوع عبد اللطيف. ايوه مطوع. سعدون. سعدون. سعدون عبد الله العلي مطوع. ايه هذا هو. اقول لك وداك القزو بابا كان رئيس مال لجنه. ايه هذا اقول لك. انت شفته داخل القزو؟ ايه قدر انا شفته سيالكوت. الله. والله هذه مدينه مالنا. سوي كلام سبيتش؟ ايه هو يسوي بالمسجد كلام. شنو يقول؟ يقول هذا مشان كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني. وشنو يقول عن الكويت بالقزو؟ ويتو يقول هذا راك راسبنا وان شاء الله احنا جانا يلا راح نروح نصلي يعني بس. وين وهذا حجي خلي ياخذ تسبيح. تعال حجي بسم الله. منو ما ناري تكبير الله اكبر ناري رسالك يا رسول الله. مشكور الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا علي مدد بير مولانا علي كلندر.